ما زالوا يجتمعون في ساحة الحبوبي، الساحة التي انطلقت منها أغلب الثورات، يستذكرون أحداث ثورة تشرين واحتجاجاتها، عندما خرجوا من جميع أنحاء الناصرية من المدن والأقضية مروراً بالأهوار والمناطق الريفية لينادوا بالتغيير والعدالة الاجتماعية. 1 أكتوبر 2019 تجمع شباب ذي قار حالهم حال جميع شباب العراق وخرجوا بانتفاضة على الظلم والفساد الذي استشرى في البلاد اللي ما تعاني مدينة الناصرية من فقر حال وضعف موارد وتوقف الأعمال والمصالح وشباب خريجين وهم جالسين البيوت. حيدر أحد جرح التظاهرات الذي دخل ضمن رحلة علاجية إلى الهند تكفل بها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعدما أصيب في الرأس أثر طلق النار عندما كان يشارك مع المتظاهرين الذين آذاهم واقع الحال بحثا عن الحرية. أثناء التظاهرات صوبت براسي طلقة بالرأس، وبعد الإصابة جتنا دعوة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لتلقي العلاج خارج العراق، وسووا العملية مع العصب سابع بدولة الهند، سووا العملية وقالوا لي 3-4 على ما يرجع العصب لأن فتحوا رأسي منه. أما ضرغام جريح آخر صدح بصوته مطالب بالحياة والتغيير على واقع متردي خلفته تقلبات السياسة والأمال. من خلال هذه المنصة الإعلامية نناشد دولة الرئيس بإجراء عملية ثانية. أنا أجريت العملية الأولى ولكن بحاجة إلى عملية ثانية لكون عيني لازلت لا أرى بها، وأنا طالب ولا أستطيع القراءة وحاليا جاي أواجه هواي صعوبات، فنتمنى من دولة الرئيس إكمال الرحلة العلاجية وإرسالي إلى أي دولة يستطيع إرسالي إليها من أكمل إمال هذا العملية. قصص وحكايات بطولية خلفتها ثورة تشرين تتحدث عن أبطال قدموا كل شيء من أجل الوطن. من داخل ساحة الحبوبي وسط الناصرية، لؤي الرفاعي، العراقية الإخبارية.